هذا الغريب منيا ونهل راح وين ونهل راح وين. بعدما من علينا الله سبحانه وتعالى وآل محمد بخدمة موكب صاحب الزمان من أهالي ناحية الشيخ سعد محافظة الكوت، وكانت بداية انطلاقة هذا الموكب من محافظة البصرة لتجسيد واقعة ونقل الإمام الكاظم من سجن البصرة إلى سجن بغداد. هو نقل الإمام موسى بن جحفر من سجن البصرة إلى سجن بغداد، وتشبيه المسيرة تشبيه كل غضاء كل ناحية كل محافظة اللي نطبيها، وهكذا تشوفون خدام الحسين جزاهم الله خير من الأغذية والنواحي البصرة ثم العمارة ثم واسط ثم بغداد جزاهم الله خير وصولا إلى بغداد المقدسة. من جامع الكوازي في البصرة انطلقت مسيرة الحرية مكبلة بالقيود مخفورة بجند الخليفة من سجن عيسى بن جعفر العباسي في البصرة إلى سجن الفضل بن الربيع في بغداد إلى سجن الفضل بن يحيى إلى سجن السندي بن شاهك. الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى ثان. أيام من شدة التقييد ينزف دماء من القيد هذا الموكب موكب قديم جدا، موكب متأسس بالأربعينيات عن أهلنا وأجدادنا. تأسيس الموكب قديم، هذا موكب أهالي ناحية الشيخ سعد، موكب صاحب الزمان، أسس قديما الحسينية، تاريخ بناها في ناحية الشيخ سعد 1875، يعني ما يقارب 125 سنة تأسيس ذلك، لكن بعد السقوط طور ذلك الموكب، وهذه المسيرة التي تستغرق 25 يوما من 1 رجب إلى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بذلك الظعن الذي يمثل تلك المظلومية التي مرت على الإمام موسى بن جعفر. كان عند دخوله إلى قضاء القرنة بجمهور وخدام الحسين الذين وقفوا لهم بكل شيء وخدموهم حتى رضى آل محمد على الخدام أن يقدموا خدمة لهؤلاء الزوار، وكانت مسيرة أسسها المرحوم السيد محسن الموسى ورحمة الله عليه، وكنا نتشرف بخدمتهم في كل عام، ولهذه السنة 10 والحمد لله ونحن الآن بخدمتهم في قضاء القرنة، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة محمد وآل محمد. وهذا الموكب له معجزات وكرامات حقيقية. والله ما أقدر أعدهن الكرامات، أولا أكثر كرامات اللي صارت عندنا الناس اللي تتلقانا ما عدها ذرية ومن نرجع سنة الأخرى يجيب الطفل، وهذا بكرامات الإمام الكاظم عندنا. أحد الأيام إحنا بالروية نحكي لك عن الموكب، عن مسير الموكب وعن السر بالموكب. أحد الأيام أتتنا روية الموكب يمشي والقاري يقرأ، وأكو شخص بالموكب طويل رفيع حاف القدمين من يصرخ، يعني نداء بالسماء يصيح وياه: موسى بن جعفر تميز كاظم الغضيب صفاته. شقل لك فوق الرأس عزيز مال موسى بن جعفر، هذا باب الجوادين باب المراد. اي والله دائما انا شق هذا من طفولتي انا ويا المواكب. اشكال يعني مو بس من شيخ سعد، من الديوانيه، من بدره، من الكوت، من الدجيلي، من ناحيه السومار، من ايران يسموه بالحدوديه العربيه هناك دهرلان على الشوش. إيه بشار عبد عون أجي منك الشيخ سعيد تقولي تليفوني أبا ترى المشاي راح يمشون تجي، قلت له أنا بخدمتكم. رؤية عالية مضامين تنظر بعين الحزن إماما مقيدا
لكنها تنظر بعين اليقين إلى يدين تزخران بالعطاء، فتدعو بيد الحاجة إلى قضاء الحوائج من باب الحوائج إلى الله. ولا سجوني الطاغي ساعة بدلت سيرة حياتي، دمعته ولهجة دعاء وبقلب خاشيع صلاته للفرج يحسين.